بسم الله الرحمن الرحيم. في سياق تتبع التطورات المرتبطة بالهزة الأرضية التي شهدتها مساء أمس الجمعة 8 شتنبر 2023 بعض عمالات وأقاليم المملكة، وتنويراً للرأي العام الوطني، تخبر وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة أن عدد الضحايا قد ارتفع للأسف ليصل إلى حدود الساعة 7 صباحاً 632 من الوفيات تغمدهم الله بواسع رحمته، فضلاً عن 329 إصابة، بما في ذلك 51 شخص في حالة حرجة، حيث تم في هذا الصدد تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، وخمس حالات بعمالة أكادير الدوتنان، إضافة إلى ثلاث حالات بالدار البيضاء الكبرى وحالة واحدة بإقليم اليوسفية. كما أسفرت هذه الهزة الأرضية عن بعض الخسائر المادية، خاصة على مستوى انهيار عدد من المنازل وغيرها من البنايات. وتواصل القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية تجندها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدة اللازمة وتقييم الأضرار المسجلة.